الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله أول مرة التقى بالكوثري، وهو أخص طلاب الكوثري وأكثرهم وفاء للكوثري. الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله أول مرة التقى بالكوثري في هذا المسجد، في مسجد أبي الذهب، في هذا المجلس. نعم. وكما قلت لكم الكوثر كان له فراسة في الأشخاص. فالشيخ عبد الفتاح يقول أنا جئت إلى الكوثري فقلت له يعني أنا اسمي عبد الفتاح أبو غدة من حلب. قال فمباشرة الكوثري له صديق في حلب وهو الشيخ راغب الطباخ مشهور. فالكوثري قال مباشرة لما قال أنا عبد الفتاح أبو غدة من حلب، فالكوثري قال أنت من بلد الشيخ، يريد أن يقول راغب الطباخ ولكن كأنه يتذكر الاسم قليلا، أنت من بلد الشيخ. فعبد الفتاح أبو غدة قال راغب الطباخ، مع أنه شيوخ حلب كثير، ولكن لماذا اختار راغب الطباخ؟ يعني يقول الشيخ عبد الفتاح فوافق عقلي عقله، يعني جاءت الكلمة معا. فابتسم الشيخ يعني أنه هذا الطالب ذكي، فقال له أنت تزورني في البيت ليس هنا فقط، دعاه إلى بيته لمجالس خاصة. قال ومن ذلك اليوم صار يأتيه إلى البيت إما مرتين في الأسبوع أو ثلاث مرات في الأسبوع.